شكرا على التفاعل ديالكم مع جواب الحكومة، وشكرا مجددا على الاختيار ديالكم لهذا الموضوع اللي عنده طابع الأهمية وغاهنية كذلك. الحاجة اللي نبغي نأكد عليها هي أن سياسة السكنة والتعمير هي في صلب الاهتمامات ديالنا، بحكم أنها كانت في صلب خطابات وتوجيهات عديدة لصاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله. ولذلك عندنا في الحكومة إيمان كبير بالأهمية ديال قضايا الإسكان والتعمير، وكنعرفوا الأطار المتعدد لقطاع الإسكان والتعمير وعلى الدينامية الاقتصادية والاجتماعية ديال بلادنا. واللي نبغي نأكد عليه أمامكم السيدات والسادة النواب المحترمون هو أن رؤية ديالنا للإسكان والتعمير داخلة في التصور العام ديالنا للدولة الاجتماعية، وما يمكنش لنا نديروا الصحة والتعليم ونديروا الدعم الاجتماعي والتغطية الصحية للجميع ونسمحوا في السكن اللائق لجميع المغاربة كذلك. وبالتالي من خلال ديال التوجيهات ديال سيدنا الله ينصره، الحكومة خدامة على أساس رؤية متكاملة، والنتائج ديال هاد العامين ونص هي واضحة وكتبين أن هاد الأغلبية عندها رؤية واضحة في جميع القطاعات وفي جميع الأوراش. والنتائج ديال العامين وبالنسبة لهاد المجال ديال الإسكان، الحكومة كانت عندها أربعة ديال الرهانات أساسية. أولا الرهان الاجتماعي، بغينا جميع المغاربة يكون عندهم سكن لائق ديالهم كيحترم الكرامة. ثانيا الرهان الاقتصادي، كما كتعرفوا واحد القطاع اللي عاش أزمة مع الكوفيد وركود الاقتصادي، واللي كيشغل يد عاملة حوالي مليون منصب شغل، وبالتالي كان ضروري نرجعوا العجلة الاقتصادية ديال القطاع ونحركوا المنعشين العقاريين والمقاولات الصغيرة لخدمة في القطاع. ثالثا نكملوا مسار العدالة المجالية والاجتماعية باش الناس ديال العالم القروي كذلك يستفدوا من سكن يعني يكون مزيان وقريب ليه المرافق الضرورية. رابعا التعمير والبيئة التحتية، وخصوصا أن بلادنا مقبولة على رهانات وتظاهرات كبيرة اللي خصنا نكونوا في المستوى وتكون المدن ديالنا في واحد الجمالية اللي كتخلينا جميع يعني نفتخروا ببلادنا. حضرات السيدات والسادة، بالنسبة لنا لازم نذكروا بالمجهودات الكبيرة اللي داتها الدولة فيما يخص تمكين المواطنين من الحصول على السكن اللائق. صاحب جلال الله ينصره منذ جلوسه على العرش أعطى أهمية كبيرة لهذا القطاع، وبفضل السياسة الحكيمة ديال سيدنا تعملت برامج كبيرة على غرار برنامج مدن بدون صفيح، وبرنامج السكن الاجتماعي ديال 250,000 درهم، وبرنامج السكن المنخفض التكلفة 140,000 درهم. أنا كنتكلم عليهم شوية ديال الصبر. وهذه البرامج كاملة سمحت أن العرض السكني في المغرب تطور، وسمحت لمئات الآلاف من الأسر يكون عنده سكن لائق. في إطار محاربة السكن الصفيحي استفادت حوالي 300,000 أسر، وفي إطار سكن برنامج السكن الاجتماعي تنزلت أكثر من 700,000 وحدة سكنية، والمجموع كيكون مليون وحدة سكنية. هذا رقم ماشي سهل، يعني في ظرف 25 سنة تحسنت وضعية أكثر من مليون أسرة اللي أصبح عندها سكن لائق. اليوم يمكن نقول أن هذه المقاربات اللي كانت عندنا للولوج للسكن اللائق خصها يمكن نفس جديد وتصور جديد، وذلك تنفيذا للتعليمات ديال سيدنا الله يسو. خدات الحكومة على عاتقها تطوير هذه المقاربات باش نحاولوا ندوزوا لواحد المستوى آخر لتسريع القضاء على مظاهر العشاشة. مقاربتنا في هذه التصورات الجديدة هي نكرسوا العدالة الاجتماعية والاقتصادية والعدالة المجالية بالنسبة للسكن لجميع المغاربة. الحكومة عندها رؤية مبتكرة لتسريع القضاء على مدن الصفيح. قبل ما ندخل في التفاصيل لازم نتكلم على المنشور الأخير اللي كيهدف لتسريع وتيرة محاربة السكن غير اللائق والقضائي على دور الصفيح بشكل نهائي لفائدة 120,000 مستهدف.
وبعد التشاور مع الأطراف المعنية تم الاتفاق على المقاربة اللي غيتم الاعتماد ديالها في التعامل مع الأحياء الصفيحية المتبقية واللي كتجلى في إعادة إسكان هذه الأسر في المساكن من نوع F3 أي جوج ديال الغرف صالون مطبخ وحمام. وفي هذا المشروع حددنا كذلك التركيبة المالية ودعم الدولة لهذا البرنامج حسب أنواع السكن. اولا بالنسبه للوحدات اللي كانت في السيستم القديم ديال 250 الف درهم دون احتساب الرسوم واللي كتدخل في اطار اتفاقيه السكن الاجتماعي التي تم توقيعها قبل 2020، هنا كتكون دعم الميزانيه ديال الدوله 110 الف درهم للوحده كحد اقصى. مساهمتي وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ب 40 ألف درهم والمساهمة ديال المستفيد 100 ألف درهم. ثانيا بالنسبة للوحدات اللي القيمة ديالهم 300 ألف درهم يعني اللي جاوا من بعد البرومي جانفي 23 اللي هما القيمة ديالهم 300 ألف درهم، غادي يكون بالنسبة لهاد الناس الدعم المباشر لاقتناء هادو لوغو كازمون ديال البيدونفيل، غادي تعطاهم الدعم المباشر ديال 100 ألف درهم للوحدة اللي هو كاين للجميع، وكاين دعم ميزانية ديال الدولة زائد هاد 100 ألف درهم ديال 60 ألف درهم للوحدة كحد أقصى، ومساهمة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة ب 40 ألف درهم للوحدة، ومساهمة المستفيد ديال 100 ألف درهم للوحدة كحد أقصى. وحتى هاد 10 مليون اللي غادي يجيب المستفيد راه يمكن ليه ياخذها عن طريق قرض بنكي بضمانة الدولة فيما يخص يعني المحاربة ديال الصفيح. ف وهنا وطموحنا إن شاء الله أنه من هنا لسنة 2028 نكونوا قضينا على ظاهرة الصفيح وتكون جميع المدن المغربية مدن بدون صفيح. وبخصوص العرض ديال السكن الاجتماعي 250 ألف درهم، هذا العرض لاحظنا فيه مجموعة من الإكراهات وكنعتقدوا أن هذا العرض وصل اليوم للحد الأدنى ديالو. دزنا العروض اللي هي جديدة ديال 300 ألف درهم اللي ما موجهاش للمنعش العقاري اللي كتعطيه لي زامونتاج ديال التي في ا وديال الياس وهذا باش يكون هذاك الثمن ديال 250 ألف درهم، هي موجهة يعني للمواطن، المواطن هو اللي كيمشي ليه التوجه ديالو. هذا كيعطي أنه كاين واحد التوازن اليوم بين المدن الكبرى وبين العالم القروي. علاش؟ لأنه قبل بلي كتجهر فقط لهذاك المستثمر ولا المنعش العقاري، هو اللي كيمشي يشري الأرض وكيشوف فين كاين السوق كثير وكيعمل الاستثمار ديالو وهو من كتعطي الدعم، ودونك لوفر ديالو يعني العرض ديالو هو اللي كيحكم. اليوم يعني الطلب ديال المواطن اللي عنده 100 ألف درهم ديال الدولة هو اللي كيحكم، بحيث أنه إلى شي واحد عنده واحد بتيت يعني واحد لا بي ام واحد شركة صغيرة، قبل كانوا تقريبا 6 ديال لي زوبيراتور هما اللي قابطين هذا الشيء ديال البني، اليوم تفتحات وأن واحد يمكن يجي يبني يعني جوج ولا ثلاثة ديال المشاريع، يبني 20 ابارتومون، يبني 50 ابارتومون، ما كيهمناش. المهم انه هذاك لاباتومون تكون تيتخي وتكون مبنيه، اللي كيهمنا هو اللي غادي يشري، ما كنعطيه هو والو كاع ما كنشوفو فيه، بحيث حتى انه الامكانيه ديال لوطو كونستركسيون يعني انه يدخل في واحد التجزئه اللي هي باينه وتكون ويعمل لوطو كونستركسيون، حتى هو كتعطى هذه الامكانيه ديال باش ياخذ الدعم المباشر. وهذا تحول كبير، مشينا من واحد الاستراتيجي بانه لوفر ديال العرض ديال المنعش العقاري هو اللي كيحكم فينا مدن وفين وكيفاش، لواحد التوجه ديال الطلب ديال المواطن هو اللي كيقول انا بغيت نشري وعندي الامكانيات، شكون هذا اللي غادي يبني لي في المنطقه ديالي وفي هذه المنطقه ولا في هذا الفيلاج ولا هذه الامكانيات. وكاين امثله، انا قالوا لي دي
des entrepreneurs sera بناو الضيوف جهه سيدي منو وباعوهم الناس 150 الف درهم. يعني انه السيده اللي شرات هذيك الطاعه يا سيده خلصت 50 الف درهم والدوله عطاتها 100 الف درهم، زعما كاع ما مشيو 300 الف درهم. دونك غادي يكونوا عروض مختلفه، وكاين عروض اللي هي ديال المدينه، وكاين عروض اللي هي ديال يعني سميتو، لانه ولا اللي غادي يشري هو اللي محكم وفين غادي يمشي، وهذا التحول اللي هو كبير. وفي الحقيقه يعني هذا العرض ديال اللي جبناه للطبقه المتوسطه ولا الطبقه يعني يعني اللي هي اللي وصلت 300 الف درهم، هذا الهدف ديالنا هو اننا ندعموا القوى الشرائيه للمواطن. لاول مره في تاريخ المغرب الدوله كتعطي تقريبا الثلث ديال قيمه العقار للمواطن بحال تبغى يشري سكن رئيسي اقل من 30 مليون. هذه ماشي سهله. عرفتوا بانه تعطى الانطلاقه ديال يعني كان الحوار الوطني للاسكان اللي قامت به السيده الوزيره يعني بفعاليه مشكوره، واسسوا المقاربه موحده وتشاركيه كتتركز على الرؤيه المتبصره لجلاله الملك محمد السادس نصره الله في قطاع السكنه والتعمير واعداد الترابي، رؤيه كتدمج اولا مختلف الفاعلين والشركاء، رؤيه كتهدف لرفع التحديات المطروحه، رؤيه كتستشرف المستقبل وكتستحضر امكانيات التاهيل المجالي والحضري، رؤيه كتجعل المجالات السكنيه منصات ملائمه للالتقائيه القطاعيه، رؤيه تكون حافز لخلق الثروه وتضمن استدامه الموارد، لان قطاع السكنه والتعمير واعداد الترابي ماشي اي قطاع، هو سياسه عموميه كبرى مرتبطه بقضايا الاستثمار، هو سياسه عموميه مرتبطه بورش الدولة الاجتماعية، هو سياسة عمومية مرتبطة بتقليص التفاوتات المجالية، وأحسن برنامج اللي داز في التفاوتات الاجتماعية والإخوة اللي هما عندهم يعني التجربة في الكوليكتيفيتي لوكال، هو هذاك ديال يعني البرنامج ديال الفوارق. شوف شحال تلينا عليه العصا من النهار اللي خرج، والعصا العصا ومازال خدامة اليوم الحمد لله. شوفوا الطرق، شوفوا لي زوبيتو، شوفوا يعني المدارس، شوفوا لي بيست، شوفوا الماء، شوفوا الضل اللي وصل هذا. ونهار اللي تبغي عرضوا عليا السيد النائب ونقول لكم كيفاش يعني لي كومون دازوا من واحد المرحله دازوا لواحد المرحله اخرى، وغادي تشوف بانه احسن تدبير واحسن برنامج، والحمد لله انه كان عندكم وزاره بحالنا في الحكومه ديالكم. هذه الامور كلها مجتمعه كتحتاج منا انه يكون عندنا مخططات. مخططات كتساعدنا على التوزيع الامثل للانشطه السوسيو اقتصاديه، مخططات كتكون رافعه للتكامل، مخططات تساهم في بناء اقطاب يعني مجاليه. انا كنخفف المشكل ديال التعمير في العالم القروي ماشي ديال اليوم، هذه تراكمات ديال اكثر من 50 سنه وما فيهاش مجال ديال المزايدات السياسيه. ماشي غير الحاجه اللي مزيانه، كل شيء كيتقسم. بالعكس الحكومه عندها الشجاعه انها توجد الحلول باش نطوروا التنميه في العالم القروي ونقضيو ونقصوا شويه الاشكاليه المتعلقه بالبناء، لان اليوم خصنا نعرفوا ان العالم القروي كيعيشوا فيه تقريبا 13 مليون ديال المغاربه، والحكومه عندها تصور للنهوض بالتعمير في العالم القروي، وكنعرفوا ان العالم القروي ديال الباح ماشي هو العالم ديال اليوم، وحنا بغينا نخلقوا طبقه فلاحيه متوسطه في العالم القروي، واللي لازم نخلقوا نوفروا لها الشروط الضروريه ديال الاستقرار والحمايه من التقلبات المناخيه. ولذلك الحكومه
اشتغلت على النهوض بالمجالات القروية من خلال حد من التفاوتات المجالية وتحسين جودة حياة الساكنة القروية وضمان الولوج ديالها للمرافق العمومية وتقوية جاذبية العالم القروي باش نحركوا المجال القروي في هذا المجال ديال البناء ونصعوا العملية ونضبطوا مساطر ديال البناء والتعمير في العالم القروي. الحكومة جابت واحد الدورية مشتركة ديال تبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في الوسط القروي والمساطر تكون بسيطة وقريبة من الواقع وأي واحد طبق القانون يمكن يحمي يكون محمي من أي تبعات. وشفتوا كيفاش كذلك اللجنة الإدارية على صعيد العمالات والإقلام والأقاليم كتجاوب بمرونة مع طلبات يعني البناء اللي كتستجب للشروط من بعد التحديد ديال 1341 دوار على مساحة إجمالية ديال 21000 هكتار. وهنا كنبغي كذلك نرجع معكم لسنة 2019 اللي كان فيها المصوم ديال إجراءات منح ورخص ديال إصلاح وتسوية البنايات الغير القانونية. واللي في الحقيقة يعني ما حققش الأهداف دياله الاقتصادية كلها يعني والاجتماعية. لذلك هذه الحكومة جابت المصوم الجديد في ماي 2023 ديال رخص التسوية بالنسبة للبنايات غير قانونية باش تجاوز الإكراهات واللي مددناه يعني في الأجل حتى لسنة 2025 وفتحنا إمكانية تسوية ولو في وجود المحظور لمخالفة البناء. واليوم النتائج ديال هذا الشيء ذكيبا على أرض الواقع. بعض الأرقام تم إيداع تقريبا 9050 طلب ديال التسوية واللي في 3 سنين السابقة لم يتم الإيداع إلى 6000 ووصلنا لموافقة تقريبا 3400 في ظرف سنة واحدة. وهنا إلى سمحتوا كان شيء تدخل ديال السيدة النائبة المحترمة اللي تكلمت على تم تأكيد هنا نقول لها بأنه تفاعلا معها لابد من التأكيد بداية على أن الوزارة في هيكلتها القديمة كانت تكون من جوج القطاعات متكاملين الاختصاصات لكنهم مستقلين في التدبير الإداري والمالي إذ يتمتع كل قطاع منها بميزانية خاصة. ما تحدثته عنه السيدة النائبة لا يهم إلا قطاع التعمير وإعداد التراب الوطني فقط وقطاع الإسكان وسياسة المدينة لوحده يدبر ما يتجاوز 2.5 مليار ديال الدرهم كميزانية استثمار سنوية. 2 مليار ديال الدرهم منها في إطار صندوق التضامن للسكن والاندماج الحضري. وهنا لابد من التأكيد أن المجهود يعني العمومي للوزارة الوصية اللي تم الإنجاز دياله فعليا في 2022-2023 كيتجاوز 5.5 مليار ديال الدهم في إطار تفعيل مختلف برامج الإسكان وسياسة المدينة عبر كامل التراب الوطني. للإشارة كيلعب الصندوق ديال FSH دور دعامة ورافعة استعدير أنيفي دلوفي في تمويل المشاريع وتأهيل وتنمية المجالات الحضرية. الآن كيخصص 2 مليارات ديال السنتيم في السنة ديال 2 مليارات ديال الدرهم في السنة راكي رافعة كيجيب بها بعض المليار على الأقل ديال الدرهم يعني ديال الاستثمار سنويا. وما كنتش كنهضر في التليفون لا بلا من نزيد أكثر ياك ما كنتش كنهضر في التليفون كنت كناخذ النقاط يعني ديال الكلام ديالك. شكرا لك. إلا سمحتوا أنا كيظهر لي بأن واحد العدد النقاط كلها تكلمات دابا كان نقاط على مخطط المغرب الأخضر وهذا كل يعني سيت اون اتاك سيبلي ديال رئيس الحكومه. نقول لك لا كنت ما كاش مخطط. شوف ظروف السوق الحمد لله اليوم 3 سنين ما كاينش الشتاء ما كاينش الماء. شوفوا هاد الديسير اللي كاين اليوم وشوفوا الفاكهه اللي كاينه في السوق. بلاتي ولا ما كاينش الدلاح في السوق سولوا شكون
لك الا ما كاينش الدلاح في السوق سولوا شكون، والا ما كاينش الهندي الا كاينه الهنديه ناقصه، عرفتوا بان الهنديه ديال بلادنا كلها مريضه وخصها يلا غاصو 15 ولا 20 الف هكتار، وهما غاديين من دابا 40 50 غادي توجد. ف سمحوا لي لانه انا زعما كونوا موضوعيين، 3 سنين ديال لاشيش خاس وما كاينش الملا في البيريمتر ريغي ولا حتى بلاصه، وتكون عندكم هذه الامكانيات ديال الفلاحه، مره اخرى كنقول لكم شكروا الفلاحه وحمد الله. اما لي كريتيك ديال سميتو، حنا انا سمحوا لي انا لا دانيير فول الخطا اللي فات، انا الهدف ديالي والكلمه ديالي الوحيده ان الهم ديالنا هو المواطن والمواطنين، والوقت ما طلعتو قلتوا انا تمارونج مزيان، لان خص المواطن يعرف بان الهم ديالو انا الاولويات ديال الاولويات ديالي هو المواطن والمواطنين. ما عندي حتى حاجه، ما عندي حتى حاجه ضد البرلمان، ما عندي حتى حاجه ضد البرلمانيين، اشتغلت معكم 20 سنه في 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 الاحترام، واللي كيحترمني كنحترمو وكنشتغلوا بجديه ومعقول، دونك زعما سي ان نون ايفينمون، لانه يمكن ما تفهمتوش اللي خصو يتفهم هو ان الاولويه ديال الحكومه هو المواطنين والمواطنات، ومن بعد يعني لو غيست بو فونيغ. فلهذا احنا جينا في اخر المسار ديال واحد البرنامج اللي هو كان كبير، يعني اولا كنشكركم على لي ديبا اللي كانوا في هذه الجلسه، والاخوان غير باش نذكرهم راه 15 اليوم الاولى ديال افريل راكم ما خدمتوش، لان كان عندكم داك الشيء انترن، ماشي ما خدمتوش، كنتوا مشتغلين في البروسيدور ديالكم. الشهر الثاني دوزناه معاكم في لي ديبا، جيت لهنا ثلاثه المرات، والشهر الثالث جينا للسؤال اللي فات، واليوم جينا للسؤال اللي كاين. ما نغلطوش المواطنين، حنا نشتغلوا بجديه، نحترموا البرلمان، وكنحاولوا باش نجيو نجاوبوا على الاسئله ديالكم ونتفاهموا مع يعني مع الاجوبه ديالكم، وما عندنا حتى اشكال، بالعكس يعني حنا انا نهار الاثنين ولا الثلاثة اللي كنجيو يكون عندي هذا كنكون فرحان، اما كونوا متاحين انه وعارف اش غنسمع، عارف الكلام اللي غنسمع هنا ونعرف الكلام اللي غادي يسمع هنا، واللي ما عجبتنيش كتدخل من هنا وكتخرج من هنا، وكونوا متاحين متاحين. ف ولكن هذه المناسبه لانه دابا في هذه لا سيسيون شو؟ لا ولكن اسمح لي، الا ما عجبتنيش فما نخليهاش في قلبي. ها انت سيد رئيس، شوف كمل سيد رئيس، سيد رئيس، انا الكلام ديالي اللي كنقولو انا متيقن بانه بعض الكلام ما كيعجبكمش، وحتى انت ما كيدخل لك منه كيخرج لك، ما عنده اثر. على أيين اولا اغتنموا يعني الفرصة للشكر لجميع البرلمانيين، لأنه هذه كانت نصف المرحلة ديال يعني البرلمان، كان النقاش اللي هو جاد حار داخل البرلمان، خارج البرلمان، قبل البرلمان، بعد البرلمان، يعني وكان سميتو وكيظهر لي بأنه المواطن حنا الهم ديالنا أنه البرامج ديال الدولة خاصها توصل للمواطن وتوصل ليه بالطريقة اللي خاصها توصل، يعني الكل ساهم في هذا، كل حاول يجيب لك ليراج، ولكن انا كنظن في الاخير انه يعني الكلام ديالنا والبرامج ديالنا وصلت للمواطنين، وشكرا لكم.